قال عقالي وين يا شباب؟ يروح يرنسي يجيب له عقال. وانا غني ضيع عقاله ولا كم. اعوذ بالله. استغفر الله. بسم الله ذاك اليوم. ايش جنبي؟ الله يمسيك بالخير. شلونك طال عمرك الشيخ؟ مساك طيب. شكشني عندك. يلا حي. طيبين ان شاء الله. كيف حالك طيب؟ والله ابشرك. يا هاي وشاف بالي ومطلوبي كل كلمة حب في خاطرك قلها. انا التمر المتحدث البحجة. لا واحد يعني. انت وش ما تدري انك تسمع فيني امس؟ صراحة ابدعت البارح في شو؟ لا هلا عمر والله الحين زايد عليك كيف ايش فيه جايبين الطامبه حولوها ما جاوي والله بس فهد يعني والله حولوها مرة جبل انا اعرف فهد ضحك على موقف ذكره موقف وفهد ضحك عليه خلاص الضحيه اللي جنبه كان هو جنبه انا اعرف فهد كيف جاب العيد لا والله ما يكون فيها عيد انت قصدك عيد كبير جاب موقف يضحك ايوه ما قال بيه وضحك مره واحده ويهبد اللي جنبه خلاص وطاح وشيل الليله وشيل الليل بعيد ارحب ايش قبل شيء تقولها غنتها وشي يا هواي وشاف بالي ومطلوبي كل كلمة حب في خاطر قلها حلامك هات حلامك صد ما تقدر ركض برك ما تقدر تقول والله ما اقدر اقول اعوذ بالله يا القطوع المواصل صار سمعت استهلكت هواي يا عيال بحري صدع بي وصرح علامكم انت يا اخي زايد مصر تعطيهم وجه يجون يحكم فيك يسوون فيك حلو ولا شيء لا والله يا عيال جلطني زايد جلطه اعوذ بالله يا عبد الله منها اذا صنفتها على درجات بتصنفها من الدرجه وش الممتازه الوسخه الجلطه ماني اجلس تكفى يا زايد واحد صح صح جاينا قلت لك كم قلت لك يوم نايم فيه الحين المفروض انك تصحصح بس بنظارتك وين هذه ها هذه عندي وين هذه عندي حسبك مشطب لا اي والله ما نويت تزينها ان شاء الله طيبين ان شاء الله طيب يا اخوي والله تعبت والله بديك ان شاء الله بديك ان شاء الله عياده عيون كويس في مستشفى كويس ابو مانع والله ايوه يضل وجهك ايوه عبد الله طالع جه من هذا تعكم خاش هي تعب فيك يا ابو والله ادم ابي الله يسلط عليكم والعلم وش لا ابو اسكت اسكت الله يوفقك والله صراحه ذبحني الفضول ترى لا حول ولا قوه الا صدمني صدم عيشتي ذبحني قتلني قتل والله العظيم انا مشكله واثق من نفسي اعرف ما اوصل للمرحله هذه لو يوصلون الناس كلها ما اقدر اوصل لها اصلا ولا اقدر افكر فيها لا تكلمني كذا طيب لاني ما اعرف السالفه فخطا
أفنى المجلس كامل، كل المجلس أفنيت المجلس كامل؟ وش السالفة؟ تعال علمني بو عبد الله بتبين له. أمور متفخة. جلست قوية جنب فهد، قلت له يا ولد اقرب اقرب. قال ذبحت مايك أنا. قفل مايك حق. قال ترى فيك ريح. يوم قلت له تلحمس الرجال وتقلب. صدمني صدمني. اسمع يا ثاني وجهي. اللي بيجي بسوي انت ما خلاص لانك بان الموقف فما عاد مدين عليك. امس سويت ابي احمد عوا وسيف اقسم بالله اني ضحكت لين قلت امي اقسم بالله يا عوا صدمني هذا مثل واحد من عيالي وسوس اللي قلت لك كذا انت والله اي واحد اي واحد اي واحد يوسوس اعوذ بالله ما ودك تجلس عند الناس وانت مصري كلهم على الدرج شو اسوي قلب وجهك تروش تقول تتلمس اشياء بيبي تحت بسرعه انت واثق بس جد خذ علي الحوم تلمس اشياء لا شيء والله العظيم اني صدمت اقول لك ترجع الحشاي مع شيء جايبه لا بعدين يعني انا عادي صالحني بايش صالح بخصم انا عشان كذا ما عشان كذا واثق فيه جاني قال تعال ترى ما فكرت في الطاوله ومستحي يضحك في شيء في الموضوع انا قلت ايش فاجئك ريح طلع ناس انا ما عندي ايش اقول ضحك 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 قلت مالي الا ايش اني اخذ الماء ما عاد ادري ايش اسوي يوم طلعت برا والله طقطق اعوذ بالله من الشيطان قالوا يا عبي من الرياض يدور تعال ترى مع محطه وصل مدينه يا رشيد وين يدور وين يا اخي ما قعد اوه اقسم بالله اني ضحكت بالغرفه ضحكت دورة المياه